هذا كاتب قطعة المحل بحاجة لعامل صيانة، بكت الله يشغلني. السلام عليكم، كاتبين المحل بحاجة إلى عامل صيانة. عليكم السلام أخاتي، صح إحنا محتاجين عامل صيانة، بس ما نشغله إلا بشروط. أنا موافق لكل الشروط، بس من المهم يشغلني، لأن حالتي المادية كلها ضعيفة. تمام، عمار انطي الموبايل اللي ما حصلحه، خل نشوفه. لا شرطك هذا الموبايل يصلح، هسه راح أصلح لك إياه، وراح أشوف خبرتي شنو بالموبايلات. وكان اكمل لك الموبايل، وهذا الموبايل انفتح. تفضل سادي. عمار والله سوى هذا، شوف ما حد قدر يسوي، شلون يسوي عمار هذا في ايدنا، ان شاء الله عندنا. حبيبي شغلك حلو ومن يوم بلش تمام. السلام عليك حبيبي، جاسم محمد خلي فلوسه واصله، كملته؟ لانه موبايلين حبيبي، يا هو موبايلك. ها؟ هذا موبايلك. اه حبيبي هذا جهازك؟ واصل حسابه مو؟ يا حبيبي واصل حسابه، رحم الله والديك. ها كيفي؟ اجوا اصحاب الاجهزه الهايفون اعطيتهم اياه. حبيبي كمل الجهاز؟ صيانة بي سماعة. حبيبي هذا جهازه كامل ما بي شيء، تفضل. شنو هذا الجهاز اللي مطيني اياه؟ مطيك انا جهاز 13 برو.